والله الآن عليه اعتدال. تأخر خالته صح؟ ما تخافي يا ام ناجي، ابنك بإذن الله ناجح، بإذن الله ناجح. بإذن الله يا حجي. ما بنجا اويها اويها ونجو خد عليهم. ايش هو؟ ولك المعدل كم جبت معدل؟ المعدل العام؟ لا كتبوا لي لم يتم متطلبات النجاح. ايش يعني راسب؟ لا يا اخوان بس نجحت الحمد لله مهني ورياضه. دقيقه شوي يا زلمه، التوجيه فيه مهني ورياضه؟ من امتى؟ لا يا اخوان انا صف عاشر العاشر جيم مش توجيه. ايش؟ انت طلعتنا من الصبح وبالاخر تلاقي صف عاشر؟ لا والله. Oh,